باقينا احنا دوم معاكم راضي الغد وياكم اهلنا ونطلب رضاكم راضي الغد وياكم مستمعينا محلاكم راضي الغد. عندما يصبح لليل زمن تخلد السماء للنوم ويسهر القمر طال السهر ومن راديو الغد مساء الخير. الله يسعد لي مساكم مستمعينا، يسعد لي هالأوقات الحلوة الجميلة الرائعة والراقية، ودائما كل يوم اثنين وخميس عم نكون معكم بموعد جديد ببرنامجكم طال السهر. الحلقة الأولى ببرنامج طال السهر بشهر أيلول، جميل جدا 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 هذا الموضوع. مثل ما بتعرفوا أنه حلقتنا الأولى دائما بتكون هي حلقة التتابع. مساء الخيرات والليرات للغالي والغالي جدا حسام حمو اللي مرافقنا بالإخراج هاي سامو، وهذه تحية مني أنا جورج غرام مرافقكم من خلال الميكروفون. مستمعينا اليوم العديد جدا من الأحداث يمكن صارت، وأهمها هو تعادل المنتخب العراقي مع منتخب كوريا الجنوبية، وهذا التعادل إن شاء الله بيتحقق لفوز يوم الثلاثاء المقبل إذا الله راد، وبيكون إن شاء الله بقوة كبيرة جدا. بس قولوا أنتوا يا رب. وهذه تحية مني أنا جورج غرام مرافقكم من خلال المايكروفون لنبدأ حلقتنا اليوم. بس قبل ما نبدأ خليني بذكر أنه اليوم لا تنسوا أنه اليوم حلقتنا حلقة التتابع، واليوم حلقتنا مستمعينا أكيد لكل أصدقائنا اليوم كل واحد يحضر سؤال، سؤال هيك دسم شوي قوي شوي ظريف هيك يكون ابن عالم وناس، وكمان 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 حضر حاله كمان لإجابة للسؤال اللي بعده. جاهزين؟ يلا let's go. وهلأ صار فينا نقول بلشنا. بكل أحوال مستمعينا أكيد فيكم تتصلوا فينا، رح نسمع قائمة الأرقام هلأ بعد شوي، وأكيد كمان رح نسمع كيف رح تتواصلوا معنا. بس الفكرة أنه اللي رح يبعتونا رسائل رح نسأل الأسئلة اللي رح تبعتونا إياها للمتصلين اللي مو حاضرين أسئلة، أوكي؟ وإذا ما حدا يعني إذا ما حدا أو إذا الكل محضرين فأنا رح جاوبكم على كل الأسئلة أكيد، أنا بوعدكم رح جاوبكم يعني بآخر الحلقة على كل الأسئلة مهما كانت قوتها ومهما كانت جرأتها، أوكي؟ أنا ناطر اتصالاتكم ورسائلكم، وما تنسوا أن تبعتونها كمان عبر تطبيق راديو الغد الجديد على هذه الأرقام. للتواصل أكثر والمشاركة في برامج راديو الغد اتصل على كورك 0750-555-8889 0750-888-1115 أسيسيل 0772-888-1115 وعبر الفايبر والواتساب 0773-777-337 وللتواصل عبر الاسماس 0772-882-3838. خلونا نبدأ الماراثون مستمعينا، ماراثون اليوم بحلقة التتابع، وكل حدا عنده سؤال أكيد تواصل معنا، وأكيد رح يسمع كمان السؤال مباشرة من الشخص الثاني. خلونا ناخد أول اتصال معي الضحوك، يسعد مساك. ألو ألو، السلام عليكم. وعليك السلام، شو الأخبار يا ضحوك؟ إن شاء الله تمام. مساء الخير عليك أستاذ جورج. مساء النور، وشكرا كتير لك على تحياتك حبيبي، شكرا لك. ضحوك حبيبي مجهز سؤال؟ نعم. عندك سؤال؟
يعني سؤال بخصوص شنو تابعي؟ انت اليوم ما عم تتابعنا. انت سألت، انت اتصلت اليوم قبل ما تسمع الحلقة. اليوم حلقتنا هي تتابع، يعني انت بتسأل سؤال، المتصل اللي بعدك هو بيجاوب، كمان بيسأل المتصل اللي بعده هو بيجاوب. اوكي تمام. أوكي. هكذا. اوكي هاد اعطينا شي سؤال للمتصل اللي بعدك. يعني عندك سؤال المتصل اللي بعدي؟ نعم صحيح. والله استاذي حاليا ما يخطر على بالي ولا سؤال صراحة. يلا منمسي عليك حبيبي ضحوك، اهلا وسهلا فيك، نورتنا يا غالي. بناخذ نور الشمس. الو مساء الخير. يا مساء الخيرات والليرات، كيفك يا صديقتي الغالي؟ اهلا وسهلا، يسعد مساكي، شكرا على التحيه اللي وجهتي لي اياها مع ادم. يلا يا نور الشمس اعطيني سؤالك لام لورده الحب. اول شيء تحياتي لك استاذ حسام، والله حين قاعد نقدم السؤال. طيب بعد التحيات اعطيني سؤالك. سؤالي مين معي، بنت او ولد؟ لا معك بنت. قلنا لك ورده الحب وراكي. اه ورده الحب، تحياتي لها اول شيء. طيب شو قصدكم انتوا؟ التحيات تحيات 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 تحيات. شايفه شلون؟ شايفه شلون انه بتشتت مخك، بيروح الكونسبت تبع الحلقه كلياته، يعني كله تحيات تحيات تحياتي تحياتي. يلا هاتي نشوف نور الشمس، اعطيني سؤالك. يلا هاتي السؤال. حمسه يلا قولي سؤالي. اذا انت بتحبي الشاب، ايه وهو فقير، ايه فقير يعني ما معه مصاري ولا فقير يعني حالته تمام حالة اوكي المادية. طيب ودهالك ما قبل شو تعملي واذا شو عفوا تغضبين معه؟ ايه اوكي تمام ماشي. اوكي سؤالي. شكرا يا نور الشمس، اهلا وسهلا. خلينا نسال ورده الحب. مساء الخير يا ورده الحب. اليوم مساء الورد على اطر الورد. مساء النور ونور الشمس. نور الشمس سالتك قالت لك انه يا ورده الحب، يا ترى انت اذا بتحبي شاب من كل قلبك بس ما معه ولا دينار ولا ليرة ولا أي شيء ولا أبدا أي شيء، هاتي لنشوف، قلي لي وحكي لي ودردشي لي وقلي لي يا ترى أهلك ما وافقوا شو بتعملي أنتي؟ إذا ما وافقوا أيوة أنا أجاهد ورغم كل شيء حتى يوافقون. وإذا أصروا على ما يقبلون أنا هنقصر إلا يقبلون آخر شيء. وما وافقوا شو بتعملي؟ أمشي وراهم وهاي. وما وافقوا يعني اخر شيء بينتصر الحب ولا بينتصر راي الاهل؟ اخر شيء هو هنا السؤال. اخر شيء راي الاهل هو اللي ينتصر. ايه ايوه انا رغم كل شيء يعني احترام تعملي اللي عليك يعني احتراما للاهل. ايوه اقلم لا الحب ينتصر ان شاء الله اخر شيء. اها اوكي على عيني وراسي، شكرا يا ورده الحب. لا لحظه شوي، هات اعطيني سؤالك. سؤالك وين رايحة؟ نعم. تعالي هون. من وراي بنت ولد؟ أم مازن وراكي. أم مازن العزيزة. أم مازن أهلا وسهلا. أقل إذا أحد جاء عليك أقلك أنت كن أخذتي مالنا وحالنا وهالساعة تسوي الله سبحانه وتعالى راح ينتقم منك إذا ما رجعتي لنا مالنا وحالنا. أنت هذاك الموقف يعني هيك لله بالله يعني اجت مثلا حد دق عليك يعني الباب وقال لك تهايم تنايم شلون بقى هيك يعني موقف. يعني اجى مثلا حدا لعندي ودق علي الباب وقال لي أنت أخذت حالنا ومالنا. ايه 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 مجنون هذا بيكون. ترد لي هسه ايش ما اخذت رجليه. ايه بس مجنون هذا يعني انا بتصل بالشرطه الموقف. فورا يعني انا رح جاوبك هلا فورا يعني انه هذا بتصل بالشرطه فورا بسلمه للشرطه انا بقول له والله معك باي باي للشرطه. ايه نعم ايه بس انه يعني مازل شنو بيكون موقفها؟ ايه بس يعني شو الهدف من السؤال؟ هون السؤال ما هو يجيك التهم وانت نايم هذا الموقف. ما بعرف. اوكي خلاص بحترم سؤالك. يلا هات لنشوف ام مازن. شكرا وردة الحب. ام مازن مرحبا يا ام مازن، كيفك؟ مساء الخير. مساء النور والبنور، يا اهلا وسهلا فيك، يسعد لي مساكي. سؤال حلو لوردة الحب، اقدم لك كل التحيات. حلو هات لنشوف سؤال حلو وقدمي لك كل التحيات. يلا اوكي قولي لي بس هات لنشوف شو السؤال، شو الجواب. خليجي يعني يقول لي رب العالمين يعرف اذا انا ظالمة او مظلومة، هو يعني ما اخاف من الدعاء ماله لان انا اذا عاف نفسي ما بياخذ شيء منه. هلا هو 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 بالمنطق يعني هلا انا بصراحه ما لقيت هذا السؤال منطقي يعني انا الفكره ما لقيته منطقي. الفكره انه يعني انه انت اجى دق عليك، افرضي انا اجي دقيت الباب عليك قلت لك انه والله انتوا اخذين حلالنا ومالنا والى اخره وانا ماني مسامحك لا ديني ولا اخره،
انت يعني هيك جيب الاثبات، جيب الاثبات. ايوه هيك ها، احكي لي بالمنطق، برافو عليك، اعطيني المنطق، اعطيني الاثبات، برافو عليك. هو اعطيني الاثبات، برافو عليك. انا ماخذ حقك. أيوة. اذا عنده اثبات خلي يجيبه، ما عنده اثبات الله يسر له يغويني. الله يسر الله معه له. يسكر الباب وراه. اي والله. اوكي ومازن، اعطيني سؤالك للمتصل او المتصله اللي بعدك. شو ورانا، شاب ولا بنت حسام؟ الوغاي منه شخص له. بنوته وراك، يلا هاتي لنشوف. بنوته اشنو الشروط اللي يعني الرجل اللي مفضل لها، يعني المستقبل، رجل المستقبل اشنو شروطه؟ شلون يعني شروطه؟ يعني مواصفاته تقصدي؟ لا الـ يعني شو شروطك، يعني شو شروطك عليه؟ أي أيوه حلو. أي حلو سؤالك، حلو حلو، جميل جدا، عظيم. شكرا يا ستنا، اهلا وسهلا فيكي. بناخذ خدوج، مرحبا يا خدوج. الو خديجه. الو هي عم دلعك، شايفه كيف؟ اوكي شو اخبارك؟ والله الحمد لله. اهلا وسهلا يا خديجه، يسعد اوقاتك. خديجه عم تقول ام مازن يعني اذا انت بدك تتزوجي ماشي، شو بتحطي شروط على اللي بدك تجوزيه؟ والله يعني شروطه هي كثيرة، بس أنا يعني حختصر من النقص يعني الصراحة. شو ما عم بسمعك، عفوا ما عم بسمعك. أقول أستاذ يعني أنا حختصر من النقص يعني. بتشرطي عليه بنقطتين، شو هي؟ إنه أول نقطة إنه يكون الرجل أخلاقه عالية. لحظة لحظة شوي، لحظة لحظة، طولي بالك، وليس صفاته، عم تحكي شروط. يعني أنت بتشارطي عليه إنه إذا بدي أتجوزك لازم تعمل هيك، شو هو الهيك؟ أنا التاجر صراحة أنا من الناس إنه يسمع كلمتي. أوف يسمع كلمتك، يا ساتر يا ساتر. إيه وشو كمان؟ ولي شو قوية؟ إيه. شو شلون؟ شو يعمل؟ يعني شو مدري يقدر يخش شيء. والله حلال عليكي، برافو برافو، بتعجبني البنت القوية، حلو 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 كتير. اوكي طيب. شخصية يعني صراحة يعني هذا يعني الشروط هاي صراحة عندي. اوكي والله انت قوية خديجة، اعطيني سؤالك للمتصل او المتصل اللي بعدك. شو ورانا، شاب ولا بنت؟ ما وراكي شاب، يلا هاتي لنشوف. وراكي شاب. اقول له يعني اقول للشخص ان اقول له يعني اذا انا شاب يعني انت يعني المره راح تزوجها يعني تقبل انها يعني تشيل تليفون وخاص المجتمع يعني شو ما تقول يعني نساء تبعي. شو تعمل عفوا، رجعي قولي لي بس على مهلك شوي شوي، شو تعمل؟ اقول يعني يقبل انها تشيل تليفون، تحمل تليفون وتخاطب المجتمع. تشيل تليفون وتخاطب المجتمع؟ نعم. كيف يعني؟ يعني قصدك انه يعني يكون عندها فيسبوك وتواصل اجتماعي قصدك؟ نعم. مو تخاطب المجتمع يعني توقف على منبر وتقول لهم اعزائي شعبي العظيم. نعم. ايه اوكي تمام. يكون عندها تقدر يعني تدير يعني تشتغل بعمل يعني صراحه يعني تشتغل ومعها تليفون صح؟ نعم. وتعمل شو ما بدها. تعمل شو ما بدها. والله انت وحده قويه كتير كتير قويه، انت كتير كتير قويه مو شوي. شكرا خدوج، باي باي، تحيه كبيره لك، وبوجه تحيه كتير كبيره من هون الى دمشق لمشروع دمر تحديدا. قول وين كمان حاجه، لا بس بالطابع الاول للجزيره ولا خلاص بلا حاجه، ما راح اقول اكثر من هيك. مجوده ولينا، مساء الخير. عن جد حسام، اذا اجت وحده قالت لك انه انا وحده من شرطي بدك تسمع كلمتي، بدك تسمع كلمتي، شو ما بدي احكي انا بدك تسمع كلمتي، بقول اللبن ازرق بدك تقول ازرق، بتاخذها بتاخذها قلبي ياخذها حسام، ما في مشكله بيشيل، ما في مشكله بده يشيل. لانه نحن على اساس يعني اذا تزوجنا بكره مثلا، او اللي بده يتجوز او هلا المتجوز مثلا، على اساس يعني ما عم يسمع كلمه مرته على اساس. هلا مهما طلع قال لك انه برات البيت عامل لي عنتر وكذا، بس جوات البيت يعطيك العافيه. ولا شو رايك يا لينا؟ على فكره انا يعني عم بقرا رسائلكم وحده وحده، اوكي وحده وحده. هلا اوكي التحيات، اوكي عم توصلني. هلا حنان عم تقول شكرا لك يا حنان. على فكره انا هلا عرفت انا ما كتير بتابع انستغرام، بس مشان تكوني بالصوره، بس انا هلا عرفت انه صار عندي 4000 فولورز يعني. عن جد هلا 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 عرفت من وراكي.
اوكي والله يخلينا اياك يا رب. شكرا لك. بعد 10,000 يلا خير خير. شكرا كثير لك يا حنان، كلك ذوق حبيبه قلبي، تسلمي لي يا رب. وفي سؤال على فكره اجاني، سؤالين صاروا جاييني على التطبيق، وسؤال عبر الاس ام اس. وفي ندوش بدها تسمع غنيه لمحمد مجذوب اسمه شاطر، ما بعرف موجوده او لا. دجلة على كل حال كل شيء موجود عندنا نحن بالأرشيف. دجلة بتقول مساء الخير جورج وحسام على كل كادر غد، شكرا. أوكي ننتقل إلى اتصال جديد. مي في معي حسام؟ إدريس. ومرحبا إدريسن، كيفك؟ أهلا مرحب. هلوز، شو أخبارك؟ كيف أمورك؟ إن شاء الله تمام. والله الحمد لله تمام، بعد صار من سلامتك. شبك تقربني، شبك شبك شبك، ليش هيك مرتخي؟ شبك شد حالك شوي. أقول لك بصراحة، قول الشيء اللي سمعته وخليه بعد. ما أثق بنت تقول لي حبك بعد أبدا. ما تثق ببنت أبدا نهائيا. على شو قصدك؟ على شو؟ شو اللي شو اللي سمعته؟ إذا بنت تقول لي بعد أحبك، تقول لي حبك خلاص، ما عاد صدق الحب نهائيا بعد الشيء اللي سمعته، خلاص كافي. وين سمعته؟ إيه ما تسمعته، دوختني. ها قبل شوي، قبل ما بدأ البرنامج معلش. قبل ما تبدأ البرنامج، طيب أوكي ماشي خلاص. يلا أنت شكلك عم توصل رسالة، يلا ماشي الحال. إدريس أزعرت لك البنت؟ لا لما نوصل رسالة والله سيد سؤال خديجة بسم الله. حتى راديو ما عاد اسمع ليش عودة لما نوصل رسالة. أوكي ليك شوف السؤال سألتنا يا خديجة. أوكي شكرا حسام أنك ذكرتني. أزعرت لك أزلك تتجوز وحدة مثلا أنت ماشي؟ أوكي إذا قالت لك وحدة قالت لك تجوزني بس أنا بدي يكون معي موبايلي والسوشيال ميديا وأنت ما لك علاقة، شو رأيك؟ لا لا شغلت الموبايل اسمه الفيسبوك وهاي شوي صعبة. ها ليه بقى؟ صعبة شغلت الفيسبوك. ليه يعني إذا حملته بوجودك يعني ما بتقدر هي بكل بساطة تحمله وأنت مانك موجود؟ بكل بساطة خلينا نكون صريحين. أقول لك الصراحة ما عاد أنا المشكلة، أنا فاقد ثقتي والله يعني. ما لك يا أخي نحن عم نحكي بالمنطق، نحن عم نحكي منطق، واحد زائد واحد. أنا شخصيا إيه أنطيها عادي مو مشكلة، تعطيها أوكي ماشي فيسبوك بس بنفس الأوقات لازم أكون مشرف على كل شيء. ليش مشرف؟ ما عندك ثقة فيها؟ يعني كل شيء يصير بهالوقت هذا. جاوبني، عندك ثقة فيها ولا ما عندك ثقة فيها؟ اقول لك عندي ثقه فيها ما يخالف. إيه خلاص اذا عندك ثقه فيها خلاص، لكن لشو لحتى تكون مشرف انت يعني علي القصه وتكون ادمن واقف؟ لا مو شغله، بس لازم اكون يعني حتى لو مراقبه من بعيد. حتى لو مراقبه هي ما في ثقه، هي صفت. ها دير بالك يعني اذا انت ما انك واثق بزوجة المستقبل بلا ما تتجوز بالاساس صح؟ ما هي المشكله انه اني قلت لك من الصدمة، انت انصدمتها ما عاد بي انه. طيب خلاص اوكي وصلت الرساله. ادريس اعطيني سؤالك للمتصل او المتصله اللي بعدك. اوكي متصله بنوته، يلا هات لنشوف بنت. اي بنت. اي زين ممكن اعرف من هي؟ لا عادي مشكله. مين هي؟ لا عن جد مين هي؟ جيلان وراك. اوكي ما شاء الله على جيلان، هي دائما وراك. لك يلا اعطيني سؤالك. لو تسمعين احد يحكي وراك يعني تسمعين بإذنك هو احتوارات وانت ما كنت مصدق هذا الشيء زين، وانت فايدت هذا الشخص ومساعدته ومنطيته كل شيء يعني مثل ما يقول زين، وبالاخير احتوارات كلام مو حلو يا جيلان، كلام مو حلو عليك. شنو رايك وشنو قدمتك بعد هذا؟ عظيم يلا كويس، شكرا يا ادريسو، اهلا وسهلا نورتني. خلينا ناخذ ام الجوج. مرحبا يا جيلان. مساء الخير. مساء الورد، كيفك؟ شو اخبارك؟ شو وصلتك انت وادريس تتواعدوا يعني تتصلوا ورا بعض؟ شو وصلتكم؟ سبحان الله تاخذوا ارقام بعض يعني ولا شو؟ لا بمزح اكيد لا. اوكي هاتي لنشوف، خبريني وقولي لي واحكي لي ودردشي لي وقولي لي انه الشخص اللي قال لك انه انا مدري شو هو يعني بلوش مرايه بالكذا كذا ما انا منيح، شو بتعملي له؟ إذا كان منيح معك مثلا تعتبريه صديقك تعتبريه كذا وتكتشفتي إنه بيحكي من وراكي من ورا ظهرك، شو بتعملي؟
هلا انا اذا بصير معي هالموقف بخفف المنيحه معه، وبخفف اني انا التقي فيه او احكيه مثلا. ما بتقطع يعني علاقتك معه. انت وياه؟ لا ما بقطع، لا ما بقطع، ما في شيء. يمكن لو هو لما يحس اني انا عم ببعد، او ان كانت بنت ولا شاب ما في فرق. يمكن لما الشخص اللي قبالي يشوفني انا عم ببعد او مخففه، رح هو لوحده ضميريا يعني يفكر انه هو حاسس انه انا عم باذيه لهالشخص او عم بحكي عنه. المفروض هو لوحده رح يحس بداخله انه هو عم يحكي غلط ضدي. طب انا منيحه معك، ليه عم تحكي علي؟ اوكي، ساعتها لوحده رح يحس انه هو عم على غلط، رح يخفف. وقت ما بيخفف هي مشكلته بتعود. انا ماني خسرانه شيء، انا حدا منيح معه وعلى طبيعتي وماني خسرانه شيء. يعني ما بيجي ما جايني شيء منه. واحد اذا كان عاطل عاطل لقاله مش لقلي. حلو عظيم، يعني تصير تاخذي حذرك منه اكثر صح؟ أكيد أكيد ببعد شوي. إيه بخفف بخفف. أوكي هاتي أنا شوف، أعطيني سؤالك. متصل ولا متصلة؟ شاب ولا بنت؟ هلا متصل. مين هو؟ يلا أوكي ما رح نقل لها، تخلي سر. أوكي هاتي أنا شوف. سمعتي إنه أبو فهد؟ يا الله شو إنك وحدة قوية. إيه هاتي أنا شوف. يلا يلا مجوج هاتي أنا شوف، أعطيني سؤالك. هلا أنا هو سؤالي بينسأل للاثنين يعني للبنت والشاب. يلا هاتي. ليه إنه صاير، ليش هاي المقولة دائما بتنقال إنه شو هي؟ يعني هي بتكون مسحة دائما. يعني حتى أهلي أنا هون بس لما يكون عنا عرس أو مناسبة، هلا بدك 10 ساعات تلبسي ولا تتمكيجي. طب أنا بدي أطلع أنيقة ومرتبة، ليه أنتوا ضد هالشي؟ أو مثلا البنت، هلا أنا كنت حابة البنت تجاوب على هالسؤال، بس إنه الشاب كمان بيهمني رأيه. طب ما أنت بيهمك شكلها تكون مرتبة وحلوة ونظيفة، ليه لما يا ريت قال لك أنا كمان رأيي. انه ما زبطت حالها. طيب ترجع بتقول لها شوفي، في عندك خيارين، في عندك خيارين تسألين هذا السؤال، في عندك ديما وفي عندك ابو فهد، واختاري اني خيرته. كيف اختاري؟ مين بدك يجاوبك على بنت ولا شاب؟ خلينا على ابو فهد يلا اوكي. الشاب بنفس الوقت اوكي، ما بيهمك رأي ديما يعني هيك قصدك؟ بلا اكيد بالعكس بيهمني رأي اثنين، بس انا بيهمني رأي الشاب، بدي اشوف شو بيفكر لما هو عم بيفكر. بس قصدك انه يعني بس قصدك انه رأي ديما ما بيعني لك ابدا؟ بلا بيعني لي، حاسه تعمل لي خلاص انا يعني حبيت انه يعني اوضح اكثر شوي يعني على هذا الموضوع. اوكي شكرا لك يا جيلا. ديما ديما واعيه بتعرفني انا كيف. على فكره في عندك تحيه من مجد عم يسمعنا هلا من دمشق. وانا بسلم عليه. اوكي ماشي الحال. ليش هيك يعني هيك بفوقيه عم تسلمي عليه؟ طيب ماشي، خلينا نروح لعند شكرا جيلا، بنروح لعند ابو فهد. كيفك ابو فهد حبيبي؟ اليوم عدنان راح يمسك ابو يمسك مجد، اليوم راح يبحث عنه بحث. ايه والله ايه لازم ينزل على الشام ابو فهد. طيب حبيب قلبي سمعت سؤال لجيلان لانه انت قلت بلا تحيات. ايه والله يا ريت. ايه قول. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا حسام، يا عين عليك. يلا هات لنشوف، جاوبني جوابك على جيلان. طبعا هاي مساله انه المراه تقف امام المرايه، خصوصا يعني خصوصا في وقت اذا اكو مثلا ذهب على حفله زياره، يعني صراحة تقول لهم مثلا راح اجيكم بالاربعة، خوش تجي عليهم بالاربعة، بس لحظة شوية كذا ربع ساعة. فيعني صراحة مرات انتوا يعني تحياتي الجيلان انه تمللون اكثر من اللازم بايما مسألة التبديل والمكياج وكذا ومن هالامور هذه. أوكي. فانا اشوف يعني ما اعرف تركزون على هاي النقطة اكثر شيء من تخرجون والكل عشان يعني من هالامور هذه صراحه. أوكي. فاني حيل اهم عاني منها خصوصا في وقت يعني الاعراس والمناسبات. طيب ليك شوف، انا راح جاوب على سؤال لجيلان بإضافة لجوابك. يعني انتوا ليش ما بتقولوا لنا مثلا قديش بدكم بالضبط؟ قديش بدكم مو هيك بتريحونا وبتريحوا حالكم صح؟ قالوا لي مثلا بعد ساعه تاخذني، بس مو انه والله انا اطلع كفي الدكتوراه مثلا لبين ما تخلصي او اعمل مثلا شيء، مو هيك؟ لا شغلتنا خفيفة على الماشي. ايه يعني خلاص قولي لي مثلا بدي ساعة وخلاص صلى الله وبارك. ساعة. لا هي شو بتعمل ابو فهد؟ بتقعد بقى بترسم العين، بترسم الايلاينر، هي عرفتها هي الكحلة اللي جنب العين، هي اللي بتعملها مثل السيف على عينها، هي المدنبة بتسموها، هي الكحلة اللي بتعملها هيك بتعملها هيك مشان تكبر عينها، عرفت؟ هي اذا ما زبطت معها معلم، هي ما زبطت معها صدقني بينتزع مرأة كلياته. هات لنشوف يا ابو فهد، اعطيني سؤالك لديما. سؤالي صراحه ورايا بنت ديما. تحياتي لاختي ديما العزيزه. طبعا اريد بس اوصل هذه الرساله انه
ماذا يعني لو انت خلينا نقول قعدت الصبح وفتحت الموبايل وشخص انه استفزك سواء صور او شو يستفز يعني شو شلون شلون يستفز يعني قصدك انه يصبح يعني عليا يتغلظ عليا مثلا صور محورة ويريد يستفز يعني ابتزاز ابتزاز الكتروني قصدك عم يبتزها يعني يريد أنا عم يستفزها ويهددها مثلا الصور وهي ما عندها هذا الشيء خلاص فشون راح يكون موقفها أول فقرة أشرح تتصرف هل تتصل بالشرطة المجتمعية هل تبلغ أهلها أبوها أمها أخوها يعني شنو الوسيلة اللي تتبعها من أجل إنقاذ نفسها من هذا الواقع المريض. برافو سؤال يعني... سؤالك له هدف برافو عليك برافو عليك أحسنت أحسنت شكرا كثير لك يا أبو فهد كل التحيات الحلوة لك ديما رح تضل معنا ناطرة شوي وأكيد مستمعينا خلوكم معنا لنريحكم بس شوي من صوتنا خلوكم معنا رجعنا معكم مستمعينا دائما بأجواءنا الجميلة الحلوة وأكيد الأغنيات هيك المختارة من عند حسام الحلوة الكربوجة اللزوزة وأكيد عم بقرأ كل رسائلكم مستمعينا اللي عم توصلني عن طريق تطبيق راديو الغد وأيضا عن طريق الأسماس ورح أقراها ورح جاوب عليها كلياتها في حال أي حدا ما عنده أي سؤال. أوكي بكل الأحوال يعني خلونا ناخد كمان اتصال جديد وكان سؤال أبو فهد قبل البريك انه هل انت يا ديما في حال فقتي الصبح عم تشوفي موبايلك فلقيتي تهديد وابتزاز الكتروني شو بتعملي؟ بتخبري اهلك؟ بتخبري الشرطة المجتمعية؟ بتخبري الامن؟ ما بتخبري حدا؟ شو تصرف تعملي؟ مساء الخير ديما. مساء الورد. اهلا وسهلا ومرحبا يا دمدوم. يا ديما يا ديما سمعتي انت سؤاله ما هيك؟ لأبو فهد ايه هاتي سؤال نشوف. كلش حلو مهم ايه طبعا مهم جدا كمان وبالنسبة للبنات اللي عم يسمعونا بتمنى اكيد يعني يركزوا كمان تفضلي يا ديما قولي. اكيد طبعا ابو فهد تحياتي الى ذكر بالسؤال انه اذا كانت الصورة مفبركة وانت ما قالش علاقة بها يعني انا لا دز صورة الشخص ومجرد فبرك الصورة وانا ما قالي ذنب بيها طيب شو بتعملي؟ أنا شنو راح أسوي؟ إذا إذا أنا أعرف نفسي ما دازة صورة وما مسوي أي شيء غلط وهذا ابتزاز أكيد راح أقول لأهلي بدون تردد بدون يعني ما راح أكون خايفة طيب ما راح أتردد وإذا بعت صورة لحدا هو أنا مستحيل أسويها مثلا يعني إذا أي أكيد فرضا أنا إذا بعثتها أكيد أتجه للشرطة الإلكترونية أكيد أيوة عفوا الشرطة المجتمعية نعم 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 أوكي هاتي نشوف أعطيني سؤالك أعطيني سؤالك سؤالي نعم سؤالي إلى أي مدى تأثر يعني المجتمع يأثر على شخصياتنا وعلى تصرفاتنا يعني إلى أي مدى يتشكل الفرد من قبل المجتمع يعني هسه أنا مثلا ما كلياتنا تأثير المجتمع المجتمع ايش قد ياثر على التصرفات يعني هسه مثلا يجوز انا عندي افكار معينه وقناعات معينه يمكن انا راح اغيرها بسبب المجتمع يعني ما مدى تاثير المجتمع على تصرفاتنا وعلى اشياء يمكن نحن نكون مقتنعين بها يعني مثلا يعني انت قصدك مثلا شو ممكن نحن نسوي اذا المجتمع يعني عطانا الحريه حتى نعمل شيء نحن مقتنعين فيه بس المجتمع بيمنعنا عنه صح وايش قد مدى تاثير المجتمع على تصرفاتنا عظيم اوكي شكرا يا دمدوم نسال ابو محمد مساء الخير يا ابو محمد ام محمد مرحبا يا ام محمد الو الو شلونك شو اخبارك كيفك انت يا ام محمد شو اخبارك تمام الحمد لله تمام بخير اذا انتم بخير الله يرضى عليك يا ام محمد يا ترى نحن اليوم اذا قالت لك هلا ديما سالتك سؤال قالت لك نحن في حال اليوم المجتمع اعطاك الصلاحيه وقال لك انه روحي لا في عادات ولا في تقاليد ولا في اي شيء تمام شو الشيء اللي انت بتساوي انت مقتنعه فيه ولكن المجتمع كان مقيدك فيه استجاز اول شيء تحياتي لها وتحياتي لك نعم. اذا شيء انا مقتنع بيه واعرف شو اسوي الشغله يعني ما صدقني ما اتردد من اي شخص يقول ايه شو بتعملي شو بتعملي قولي لي شو يعني شو الشغله اللي بتعمليها مثلا الشغلة اللي بعملها ابسط مثال هسه يعني عندنا بالعراق المراه اذا تريد ابسط مثال اذا تريد تسوي لها شغله لا هاي مره وشون تشتغل وشون بشركه او فد شيء إيه؟ فاني اذا اريد اشتغل بهاي الشغله ما اتردد فاشتغل إيه؟ بيها لان اعرف نفسي عندي ثقه بنفسي فما اضحك على اي كلام اي شخص شو يعني شو بتعملي يعني بس مشان الشغل
مو بس مشان الشغل، شغلة عايدت لي، شغلة شخصية عايدت لي أني مقتنع بها شخصيا أني، ما عايز أوضح. صدقني إذا أني مقتنع بهاي الشغلة ما لي علاقة بالباقي. طيب شو هي الشغلة ليلي؟ شو هي الشغلة؟ هي بتعرف شو هي الشغلة؟ هي بتعرف إنه شو هي الشغلة؟ يعني يعني أنت شيء مقتنعة فيه ولكن المجتمع عامل لك قيود عليها هاي القصة. أكيد. هلا أوكي، فيك تقليلي ما بدي أحكيها، فيك تقوليها. أكيد ما بدك تحكيها. طيب أعطيني سؤالك، هاتي لنشوف يا محمد. تقليلنا شوي السؤال. وين بنت شاب ولد؟ صبية وراكي. مين في وراها؟ حنان. عندك حنان وراها؟ هي حنان وراكي. يلا هاتي لنشوف. أنا عبالي رجال. يلا ما مشكلة. أقول للصبية إذا أنت هي متزوجة أو ما متزوجة. إذا انفرض ما هي متزوجة. لك لا تصعبي السؤال، لا تصعبي السؤال. عم تصعبيها ها صايرة أنت، أنت صايرة صايرة مشكلجية أنت ها. يلا هاتي نشوف. انفرض ما يعني هي وأم زوجها بيناتهم مشاكل. إن هي وحماتها عندك مشاكل. هي وأم زوجها. فيجي زوجها يقول لها أنا ما أطلب سوي مشاكل، أنا راح أتزوج عليك. فأنت يعني تظلين باقية يا أمه لو تطلبين الطلاق من عند تعوفي. لحظة شوي، القرار من عند أمه إنه جوز عليها. القرار من عند أمه. أوكي أنت شو بتعملي؟ أوكي وأنت شو بتعملي؟ تمام. يلا أوكي تمام. شكرا يا أم محمد، أهلا وسهلا ومرحبا. شكرا باي باي. الله معك. يسعد لي هالمسا يا حنان، كيفك؟ وأخيرا جاوبت. يا أهلا ويا سهلا ويا مرحبا يا أحلى حنون، تحية من القلب لألك. كيفك؟ الحمد لله منيحة؟ والله خوفت الخطيئة، خوفت. لا شلون؟ خوفت الحسام، قال لي منو وياك؟ ليه خوفتي؟ حنان. حنان اوكي، يعني هو انبسط يعني هيك شقرق. قبل عظيم. اي موضوع اني اللي هديتك هدية مال انستا. اي سلم هالايدين، شكرا كثير لك، خلي لي قلبك يا رب. ما قلت اقبالك يعني 10,000، انا راح اسوي لك 10. لك الله يخليكي. شكرا يا حنون، تسلمي لي كلك زو. بس شويه بس اسمع لك، ايش راح يصير 10 جاي. خلي لي قلبك، شكرا لك يا حنون. هاتي لنشوف يا حنون، هاتي قولي لي لنشوف. عم تسالك ام محمد، كانت عم تقلك انه اذا يعني يعني شو قالت لك؟ اذا حماتك قررتي انك انت متزوجه مثلا، انت متزوجه وعزابيه لساتك؟ والله انا بعد صغيره ومتزوجه. اوكي طيب، في حال بكره تزوجتي واذا جوزك قال لك انه والله امي عم تقول تجوز وحده ثانيه، شو بتعملي انت؟ يعني شلون؟ يعني انت متجوزه تمام، فرضنا على سبيل المثال، وحماتك امه يعني لجوزك قالت له روح اتجوز عليا، شو بتعملي انت؟ يعني تقول الابنة راح اتزوج عليها. ايوه. اذا مثلا ابنه يكون زوجي راضي خليه يتزوج. يعني انت بتقبلي انه يتجوز عليكي؟ خليه يتزوج. انت بتقبلي؟ انا يعني على نفسي حنان ما تقبل، بس اذا ايه ما هو هون الفكره انه يعني ما عندك مشكله اذا تجوز هو؟ ما عندك مشكله؟ طيب انا عندي مشكله، طبعا ما اريد يتزوج علي. ما عم نحكي نحن هيك، عم نحكي هيك من الاول انه انت عندك مشكله او لا. طيب طبعا سلامي لام محمد، ما قلت تحياتي ولا سلامي. طيب استاذ جورج، اذا الولد قبل يعني سمع كلام امه، انا شنو يعني اجي اتكون ما بتتركيه يعني بتضلي معه؟ والله انت مستكينه جدا يا حنان، مستكينه جدا. خلي اقول لك شيء استاذ جورج، اذا هو الجر يتزوج عليه خليه يسويه، يصطفل يعني هو حر. طيب والله مكلف الدنيا على راسه. ويا ساتر، اوكي تجوز وشوف شو بصير فيك. اوكي طيب هاتي لنشوف. ايه اوكي، اعطيني سؤالك المتصل او المتصله اللي بعدك. اني راح سؤالي انه اذا انت تحب حب طرف واحد، يعني انت تحبها وهي ولا تدري بحبك اصلا، او اوكي تمام، شنو موقفك هنا؟ شو بتعمل اذا يعني اكتشف الشخص الثاني انه يعني انت بتحبه حب طرف واحد؟ ايه شنو موقف الطرفين؟ يعني هو مثلا انا احب شخص من طرف واحد. طيب. وانا راح اعترف
طفلة ويعني كانت أحب اسمه فلان وفلان يعني وشو موقفهم. طيب يلا ماشي الحال. شكرا يا حنون، يسعد لي هالمسا الجميل وكل التحيات أكيد الحلوة لإلك، وأكيد مستمعينا خلوكم معنا متابعين معكم أجواءنا الجميلة الحلوة ودائما الدافئة والمليئة دائما بالتشويق طوال السهر. صار جايني كتير أسئلة على فكرة، بس خليني جاوب على هات لنشوف، خليني جاوب على بعض الأسئلة إذا ما يعني معلش جاوب على كم سؤال. قالوا مازن بتقلك حسام الله يعطيك الله يعطيك وحدة أول شرطة تسمع كلامي بدون نقاش، هيك بتقلك أم مازن، فشكلها عم تدعي عليك ما بعرف هيك بتوقع. في عندي أيضا رسالة بتقول من حامد، أنا رح حاول جاوب على الأسئلة لأنه صاروا كتار وخلي شوي بعد شوي. حامد بيقول يسعد مساك جورج، وبشكل منطقي لو اتيحت لك الفرصة لكسر قاعدة من قواعد الحياة فماذا تكون؟ لكسر قاعدة من قواعد الحياة فماذا تكون؟ حلو السؤال، حلو السؤال جدا. قواعد الحياة يعني قواعد الحياة، انت قصدك مثلا الموت، الحياة، التغيير، يمكن يمكن إذا أنت عايش بهذا الزمن أو بغيره ما بعرف. أنا بلغي الموت، إذا فأنا بلغي الموت، لا ألغي الحياة بس بلغي الموت من وجهة نظري. يعني بيرق بيقول ما هو نسبة زواج سيدة المجتمع وما هو نسبة نجاح هذا الزواج؟ سيدة المجتمع من مين؟ هون السؤال. إذا أنت بتقصد سيدة المجتمع فهي الإنسانة يعني بنت عيلة ولا هي بزنس وومن؟ يعني ما بعرف اذا انت عندك او لا. في سؤال البنات ما راح اقدر اجاوبه. اوكي الباقي هلا بنشوف شو الترتيب. يلا هات لنشوف. في عندي مدام شو كان السؤال قبل شوي؟ اوكي تمام. مدام ناديه مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور، كيفك؟ شو اخبارك؟ علي لي شوي صوتك مدام ناديه، كيف الامور؟ الحمد لله بخير. اهلا وسهلا ومرحبا يا مدام ناديا، اهلا فيك. كيف صحتك؟ تمام تمام الحمد لله. هاتي لنشوف مدام ناديا. في سؤال قبل شوي انسأل من حنان. ايوه سمعتي ولا لا؟ ما سمعته كتير بشكل واضح، كان ما قدرت. الله يسامحك والله انا نسيت السؤال. شيء عن حب من طرف واحد. اوكي حب من طرف واحد، صح إيه الحب من طرف واحد. يا ترى انت بتعترفي لشخص اذا كان بيحبك او بتحبيه انه انت خلاص انت حبيبي انا حبيتك؟ هلا هذا سؤال معني مجاوبه عليه كمان ببرنامجك طبعا عدد إيه. مرات انا بعترف للشخص اولا اذا كان شخص مناسب، لازم يكون اكيد انه هذا الشخص مناسب. ايه شو يعني مناسب؟ احتمالات. شو يعني مناسب؟ شخص فهيم عقله منفتح، مو شخص مين من كان يعني. أوكي. اكيد ما رح اجي انا احب شخص وحتى لو حبيته لازم يكون انا وياه مو اني احبه بس مجرد اني عم شوفه، لازم يكون في بيناتنا صداقه وشوفه اذا مناسب، ولازم حس انه هالشخص فعلا هو بيكن لي نفس المشاعر. لازم يكون اكيده. اي يعني يعني تعترفي له؟ بقدر بادر واعترف له بطريقه يعني مو انه هيك لزق لزق بوجهه هيك على المشربح، لا باسلوب يعني. على شو؟ على شو؟ على شو عفوا؟ على شو؟ على بشو؟ لزق على وجهه. لا شو قلتي قبلها؟ على شو؟ على يعني على المشرمح اولى بشكل هيك. هلا شوفي هي يا مشرمحي يا على المشبرح. واحده من اثنين. طيب يلا يلي بدك هاتي لنشوف. اعطيني سؤالك، اعطيني سؤالك للمتصل او المتصله اللي بعدها حسام. نعم متصله اللي بعدك، يلا هاتي لنشوف. ايه هو سؤالي بزبط على اثنين. هو سؤالي شو هي المواقف يلي تمرق بحياتك وما فيك تتنازلي عنها؟ يعني اعطيني كم سبب انه انا ما بتنازل عن شو يعني. لا تصعبي السؤال، حددي لي اكثر، حددي لي اكثر بشو يعني شو الموقف اللي بيمرق بحياتك يلي بيصير وما بتقدر ما في مجال انه تتنازل عنه ابدا. مثلا يمكن تجي انت تقول لي انا والله كرامتي بالحب. هلا في منهم بيقولوا انه بالحب أوكي. ما في كرامة. اوكي هي اعطتيني مثال. تمام وضحت. اوكي
شكرا مدام ناديه، كل التحيات الحلوه لك، يسعد لي هالمسا. مين في معنا حسام؟ دارين مساء الخير. الو مساء النور. مساء النور، اهلا وسهلا، انا اول مره بسمع صوتك، اهلا وسهلا فيك، كيفك يا دارين؟ والله الحمد لله، انت كيفك؟ نشكر الله. دارين سالتك سؤال مدام ناديه، عم تقول انه يعني ما هو الموقف الذي لا تتنازلي عنه ابدا مهما صار بحياتك؟ مهما صار ايوه الموقف، يعني اذا مثلا واحد يحب شخص يعني كل العالم تصير ضده، ما تحب يعني تخليه يجتمع يعني، وهذا العالم انت لما تحبه كمثلا الاهل يصيرون ضده وهاي. لا مو هيك السؤال، السؤال انه مثلا على سبيل المثال انه عندك كرامتك بالدنيا، مهما صار عن الكرامة عنديها بالدنيا، فانت شو رأيك؟ يعني انا يعني ما بنتنازل عن الكرامة، هي اهم شيء. غير الكرامة يعني كمثل، انا ما فهمت شوي على السؤال، ما هو وضحت لك يا انا. طيب اعطيني سؤالك، هاتي لنشوف، هاتي سؤالك. اي نعم، انا السؤال يعني كيف واحد يعني يصير موقفه بالحياة من الشخص اللي بيحبه والعالم يصير ضده، يعني ما يقدر يجتمع وياه. ما فهمت، رتبي لي هون الكلمات شوي مخربطين. يعني كمثل يعني هو يحب شخص اي او تحب شخص والعالم كله يصير ضده، طيب يعني ما تحبه يجتمع ويا هذا الشخص. وين السؤال؟ اذا انت بتحبي اذا يعني انت بتحبي شخص وما عم تقدروا تجتمعوا مع بعض، اوكي وين السؤال؟ هو السؤال يعني العالم يصير ضده. طيب اوكي، شو السؤال يعني، شو الفكرة؟ أنا أعذريني، أنا آسف بس ما عرفت السؤال شو هو يعني. هو السؤال يعني، يعني أنت بتحبي واحد ماشي الحال، الناس كلها ضدك وبعدين أي. يعني قصدك شو بتعملي؟ شو بتعملي يعني؟ أي شو بتعملي أنت يعني. هيك قصدك؟ أي نعم. طيب دارين شكرا كثير لك، كل التحيات الحلوة لك، يسعد لي هالمساء الجميل. ناخذ اتصال ولا نسمع غنية؟ شو بدك؟ ناخذ اتصال، مين بدك؟ نعم اوكي، معي حمور. مرحبا يا حمور. الو مرحبا، كيفك؟ الو مرحبا جول، مرحبتين ورحمه الله وبركاته، كيفك؟ شو اخبارك؟ تمام والله الحمد لله. اهلا وسهلا. شوفي، في عندك سؤال قبل شوي انا قريته، هو للصبايا اوكي، لانه انا ما فهمت سؤاله لدارين. ورود بتقلك اذا انت بالشارع او السوق تعرضتي للتحرش من الشباب، شو هي رده فعلك؟ واذا شفتي شاب امامك عم يتحرش ببنت، شو بتعملي؟ رح دافع عنها اكيد، ما رح اوقف واتفرج يعني عم يتحرش فيها وما رح دافع عنها، لا ما بيصير هيك. شو يعني؟ ما فهمت. يعني رح روح دافع عنها. تروحي دافع عنها؟ طيب اوكي، اذا واحد حرش فيكي شو بتعملي؟ مدافع عن حالي، ما رح اضل ساكتة يعني، اذا واحد حرش فيني وانه انا ضل ساكتة وهيك عم بتفرش كيف بيصير؟ اوكي، يعني انت بتدافع عن حقك صح؟ هي. عطيني سؤالك للمتصل أو المتصلة اللي بعدك. سؤالي ليش أنه البنت أيوة إذا حبت شخص ليش أهلية ما بيعطوها لإله؟ ليش؟ ليش إذا هي اختارت واحد وبدها إياه أهل يعني أهليتها أيوة ما بيعطوها لإله؟ أوكي، شو الأسباب؟ ليش هي بتحبه؟ اختارت حياتها معه انه هي رح تنحب. طب اذا عندهم اسباب مثلا يعني على سبيل المثال اذا يعني عندها اسبابها هي ماشي حال، او الاهل عندهم اسباب، بجوز هو يمكن ما معه ماده، بجوز يعني عنده مشاكل، بجوز شافوا فيه شيء ما انه منيح. لا اذا البنت بتعرفه انه هو يعني كتير منيح، بس الاهل بيعرفوا اكثر صح؟ صح ايه، بس دائما يعني دائما الاهل إيه؟ ما بيعطوا البنت للشخص اللي بده اياه. ليش؟ هلا شوفي يعني هن يعني اوكي انا رح جاوبك، بس بعد ما يجاوبك الشخص اللي مفروض يجاوبك هو اوكي، بعد شوي رح نسمع رايه، بس انا رح جاوبك لانه رح جاوبك بمنطق الاهل بهذا الموضوع. شكرا يا حمور، كل التحيات الحلوه لك. خليني بس اوكي، عندي اسماء كتير لازم اهديهم هلا، يعني لازم يعني هيك جتنا، هيك اجاني الاوردر، يعني هيك اجتني الاوامر هلا قبل شوي. اوكي، بدي اوجه تحيه لرولا.
بدي وجه تحية لنايري، وجه تحية لأحلى لالا نور وندى، وأحلى كمان لتحية لرهف، وكمان بدي وجه تحية لسيسي وجادو كمان. أوكي هلا بدي أقول لنايري إن شاء الله توصل بالسلامة على كندا يا نايري. شو الله يسمعنا الأخبار الطيبة، خير إن شاء الله، وعيد ميلاد جوزك الأسبوع الجاي، خير كله خير، عم نسمع أخبار ظريفة شكلنا. يلا أوكي، الأغنية القادمة إهداء بس لألكن. يسعد مساكم عن جديد مستمعينا، كل التحيات الحلوة الجميلة الرائعة والراقية أكيد لألكم. برنامج طار السهر مستمر معكم مستمعينا، وأكيد عم نسمع اليوم حلقة التتابع، سؤال بسؤال، سؤال بجواب، وجواب بيعطينا كتير معاني وكتير أمور يمكن نحن نصفهم فيها، وأحيانا بتستفزنا لحتى نجاوب عليها. خليني روح حالي رسائلكم الحلوة. كمان في عندي بده أغنية نور الزين موت ما بيرحم. أوكي تكرم عيونك. هلا هدول عم يجوني رسائل، أكتر شيء عم يجوني عن طريق تطبيق راديو الغد، وعن طريق رسائل ما كتير عم يجيني أسئلة. خليني أخذ اتصال مع مين؟ جلال. مرحبا يا جلال. ألو أستاذ جورج، شانك حبيبي؟ الله يسعد لي مساك يا جلال، كيف صحة حبيب القلب؟ الحمد لله بخير، أنت شانك؟ هلا هلا يا جلال. هات لنشوف يا جلال، سألتك قبل شوي سؤال حمور، قالت لك أنه ليش الأهل بيرفضوا هذا الشاب، مع العلم أنه أنا بحبه كتير وبدي إياه وأنا بعرف أنه هذا الشخص منيح وبيناسبني، شو جوابك؟ جوابي أستاذ جورج، يعني مو كل شخص نختاره نشوف إنسان يعني مناسب، يجوز الأهل يتفكرون أكثر منه بالواقعية مثلا. نعم بس هيك هذا جواب. أوكي عطيني لشوف جوابك، عفوا سؤالك يا جلال. في صبية وراك. سؤال في صبية وراك. إيه قول سؤالي. أيه. ليش البنات دائما يحكمون على الشاب وقبل ما قبل يعني ما يحكمون عليه، يعني المفروض يتعرفون عليه أكثر قبل ما يحكمون عليه. يعني سؤالك ليش البنات عم بيحكموا كتير على الشباب قبل ما يحكموا قبل ما يحكوا عليه أو قبل ما يتعرفوا عليه؟ إيه. طيب هذا شكرا يا جلال، أهلا وسهلا فيك. بس خليني جاوب حمور على موضوع إنه ليش الأهل بيرفضوا. أنا رح جاوبك، أوكي؟ أنا رح جاوبك بكل منطق، خلينا نحكي بالمنطق بالعقل. بكل بساطة يا حمور، الأهل أهلك ربوكي جابوكي، تعبوا بتربايتك لما أنت كنت صغيرة، أنت ما بتعرفي الأهل شو عملوا وشو توجعوا وشو سهروا وشو حطوا دم قلبهم عليكي لحتى يشوفوكي صبية وكبيرة وبتفهمي، أوكي؟ بيجوز يمكن صرفوا الغالي والنفيس كرمال ما انتي تصيري صبية، كرمال ما يشوفوكي قديش دافعوا عنك امام يعني كتير ناس، يمكن مشان انه يشوفوا انه بنتهم هي احسن بنت بالعالم، مشان يشوفوكي دائما انتي مرتاحة، مشان يشوفوا دائما انه مستقبلك مأمن، قديش دافعوا عن مبدأهم تجاهك. فأكيد ما رح يسلموك لأي حدا ما يكونوا مقتنعين فعلا 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 أنه هذا الشخص هو اللي رح يكونوا مرتاحين لإله معك. بكل منطق بكل منطق، أنا إذا كان مثلا أنا كنت أب وعندي بنت، إيه والله ما بجوزها لواحد بتقلي هذا منيح وأنا بشوفه ما أنا منيح، والله لو تطلع عيونه بتطور بالعرض. ليه؟ لانه هي البنت اكيد انا ما بدي اياها ترجع لي بعد شهرين او ثلاثه او حتى بعد سنه او سنتين ترجع لي مطلقه او ترجع تحرد او يكون يجوز مادد ايده عليا ضاربها او ما نصارف عليا او ما نعيش عيشه على الاقل العيشه اللي نحن عايشين اياها او الى اخره، بدها تحبه اخر شيء تصطف لي روحي انت وياه، بس انا ما عندي علاقه باي شيء. لكن الاهل دائما بيعملوا اللي عليهم وبيعملوا كل شيء عليهم لحتى تكوني انت اولا واخيرا مرتاحة وتكوني رافع راسك بحالك اولا ورافع راسك باهلك تانية. اوكي هاي باختصار. في مين في معي؟ حسام. امل مساء الخير يا امل، كيفك امل؟ يا امل الو الو، وين امل؟ اختفت امل. الو الو
قالوا كيفك يا امل؟ النت عندك عم يقطع. الحمد لله. كيفك؟ تمام. شو اخبارك؟ تمام الحمد لله تمام. اهلا وسهلا امل. بتحبي تجاوبي على السؤال لجلال او بتحبي انا اسالك سؤال من الاس ام اسات او عبر التطبيق؟ شو بدك بقى؟ هاتينا نشوف شو بتحب. شو بتشوف؟ شو بدك انت؟ ما بعرف. انت بتحبي تجاوبي على سؤاله لجلال؟ ليش بيحي بتحكموا على الشاب قبل ما تعاشروه او قبل ما تفهموه؟ اول شيء يسلم مهتم على الحكي اللي حكيته قبل شوي مشان الاهل، عن جد كثير حلو الحكي. تسلمي لي، شكرا. قولي لنشوف. ثاني شيء البنت بطبيعتها بتحكم على الشاب من اول نظره، يعني من اول انطباع. يعني يا بيعجبها يا ما بيعجب. تمام؟ فهي اذا ما عجبها ما راح تخوض معه، يعني ما راح، يعني ما بيهم الموضوع لحتى انه تخوض معه او تشوف شو بعدين. خلص هو من الاساس ما عجبها، فلا انه يرك كثير على الموضوع، لانه البنت خلص ما عجبها ما عجبها، يعني ما في شيء حيغير رايها. فاذا استمرت معه بكون عم تضحك عليه او تكون يعني انه عم تجامله، فبينجرح قلبه. فالاحسن انه لما بشوف انه فعلا هيك خلص. طيب ليش تحكموا على الشباب كلياتهم انه هن يعني هيك بدون ما يمكن ما لانه مو كل اصابعك مثل بعضها اجمالها؟ صح صح يا جورج، بس احيانا بتكون حاطه بباله شيء. يعني قبل قلت كل واحد شو مواصفات البنت اللي حاطه بباله، شو حاطه بباله مواصفات للشاب. فاذا ما لقيت فيها المواصفات بتبعد. عرفت كيف؟ فما رح تقتنع بعدين. خلاص انا ما يعني انا بدي شيء معين. تمام. فاكيد كل بنت بتكون حاطه بباله شيء. يعني واذا يعني فرض حاله يعني وكان مو يلي شو يعني كتير شو يعني حتعرفه. شو يعني شوفي لحظه شوي، انا يعني لفتني جوابك. شو يعني انه كل بنت بتكون حاطه براسها شيء؟ مثلا مثل السؤال الحلقه الماضيه، بتتذكر لما قالت البنت شو بدها صفات صح. مواصفات الشاب المستقبلي. فالبنت بتكون أوكي. فعلا حاطه ببالها حاطه ببالها صفات معينه تجاه الشاب. تمام مزبوط. انا بدي طوله كذا، شكله كذا، معه كذا. اذا ما لقيت المواصفات رح تبعد، مشان ما توجع راسه ولا توجع راسه. حلو. يعني من اولها. بس احيانا الشباب بيلحقوها بيصروا عليها، بالاخير رح يكون حب من طرف واحد او هي بتجامله، هو فكر انه هي بتحبه، بس هي رح تضل على رايها. يعني نعم. حتى لو اخذته رح يضل بباله هذا المواصفات اللي هي حاططها براسها. حلو هالكلام، ظريف. اوكي هاتي عم شوف، اعطيني سؤالك للمتصل او المتصله اللي بعدك. انا جورج انا رح اقول لك موقف صار معي وعلى اساس السؤال. يلا. انا كنت عم بطلع اليوتيوب فشفت حادثه صارت بالعراق. تمام تمام. يعني فتاه صار معها حادث اليم وعم تتوجع وتتالم قدام الناس، ما حاول حدا يساعدها. هاي بالعراق. طيب بغداد. طيب فأنا سؤالي يعني كله عم يطلع عليها ولا حدا حاول يقرب يساعدها، ولا حدا حاول إنه يتصل بالإسعاف ولا شيء. طيب. فأنا هذا الشيء مرعب عن جد، شيء موقف مرعب جدا. طيب قمة الرعب. يعني أنا لما بسمع وشوف برنامج الصدمة أو بسمع الناس اللي على التليفون عم يحكوا على الراديو، أنا بقول وين هدول عم يحكوا ووين اللي التصرف الحقيقي اللي صار على أرض الواقع. يعني شيء مثل الرعب عن جد. ليش الشباب والناس يعني وصلت يعني لهالدرجة؟ يعني اطلاق نار، تحرش، ولا شو الحادثة اللي صارت؟ لا بنت هن فكروه تحرش وتعرضت للأسف يعني بالأخير، يعني شيء نتج عن انه هي ماتت بالأخير. بس يعني انا ما بدي اقول الكلمة لانه صعبة علي. طيب يعني انه كل الناس عم تطلع عليها وهي عم تموت، هي عم تنزف. تصور يا جورج، يعني شيء قمة الرعب. طيب عن جد الناس. طيب ليش أوكي. انا سؤالي لاهل العراق او لحتى من العراق، ليش وصل لهالدرجه؟ ليش الناس وصلت لهالدرجه انه ما تمد ايد المساعده لبنت قدامها؟ بجوز هي حاله، بجوز شوفي هي حاله فرديه. يعني هلا حاله بجوز يمكن الى ظروفها. لا جورج الشغله يعني صارت بالطريق العام بحديقه عامه وكان ملا ناس، ما حدا حاول. فهذا سؤالي انا، هذا الرعب يعني هذا بعتبره قمه الرعب. ما بعرف بجوز ما بعرف يعني هو يعني ما بعرف الموضوع ما بعرف. يلا اوكي ما في مشكله، هلا بنسال المتصل اللي بعده. اوكي مين في ورانا؟ اهلا وسهلا، شكرا يا امل. وسام معي. وسام مرحبا. يا وسام مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا فيك. كيف الصحه؟
شلونك استاذ جورج الغالي؟ حبيبنا، سمعت امل شو حكيت؟ والله طبعا تحياتنا لاخت العزيزه امل. ايه والله استاذ العزيز، يعني مو كل ابو منطقه يمثل منطقته. هو هي الفكره انا بدي اوصلها، هو هي الفكره انا بدي اوصلها. بس انت برايك يعني هي الحادثه، يعني هلا بجوز يمكن هي عم تسال عن حادثه معينه، برايك ليش الناس ما تدخلت بهي الحاله؟ والله استاذ جورج يعني ما اعرف اجاوبك الصراحه، يعني لا يمكن ما بنعرف نحن شو صاير، يعني ما هي ما يعني الصراحه ما يعني هي الحادثات كثيره، يعني يعني كتار هدول الحوادث بيصيروا. يعني انت اذا بصير في عندك قدامك حاله اغتصاب مثلا بمكان عام، انت ما بتتدخل؟ لا الصراحه انا اتدخل. ايه هو هون السؤال، هو هيك السؤال، يعني اتدخل قصدي، يعني انا قلت لك يعني مو ممكن تسعف الفتاه، انت مثلا ممكن تسعف الفتاه وممكن تتعرض انت للمساءله بهذا الموضوع. طبعا انا اكيد يعني اذا صارت موقف قدامي طبعا يعني اتدخل، واذا لقيت اللي الجماعه اللي يتحرشون اي يعني طبعا اكيد يعني اتعارك وياهم. ممكن يعني حتى لو ضربوك؟ حتى لو ضربوني يعني أوكي. يعني يعني الدفاع عن يعني مثل انت من تلاقي مثل فتاه يعني الشارع، يعني عم تدافع عن عرضك بالنهايه. طبعا هو اكيد طيب. يعني هو مثل ما اختك اختي ومثل ما عظيم أختك صح ما صح كلامك صح، غير اختك انت صحيح 100%. هات لنشوف طيب. يا وسام اعطيني سؤالك للمتصل او المتصله اللي بعدك. المتصل او المتصل البعيد معنا شاب ولا بنت؟ شاب وراك، قول نشوف. والله لو انا راح ارجع سؤال، انه هو سؤال اجتماعي يعني. اوكي بدك اياه. خلينا من الحوادث وما حوادث والسوا. تمام قول نشوف. لو كان ايوه اخوك او ابن اخوك او قرايبك مثل من ذوي الاحتياجات الخاصه، اي شنو ممكن اللي انت تقدم له؟ شو الشيء اللي انت ما فهمت شو السؤال؟ يعني شنو هو انت مثل الشيء اللي خلينا نقول مثل اللي تقدم له هو يعني، واللي تعلمه هو، واللي تخلي اللي مكان اللي توصله انت يعني هو. يعني كيف بدك تساعد شخص؟ شو هو هذا الشخص؟ يعني شو هو طلب منك شيء؟ لا هو ما طلب مني. لكن انا جاي اسال، لو كان عندك مثل اخوك من ذوي الاحتياجات الخاصه يعني انت شو بتقدم له؟ المكان اللي توصله هو، شنو هي المكان اللي توصله هو هي، يعني شلون اجيب لك اياها؟ يعني اللي اياها مثل ما بدك، يعني شخص قرايبك يعني احد اقربائك صح؟ هو لا انت تقول لي اسال المتصل اللي بعدك. اي بس هو انت سؤالك للشخص اللي وراك تمام؟ نعم. انت يعني عم تقول انه لو كان احد اقربائك من ذوي الاحتياجات الخاصه تمام؟ خلينا نقول اخوه يعني اخوك. اوكي انت شو ممكن تقدم له؟ شنو هو اللي الشيء اللي تقدمه هو انت يعني تقدم له هو. طيب اوكي شكرا لك يا وسام. مين في معنا؟ حسين. مرحبا يا حسين، كيفك؟ الو 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 ورحمة الله، كيفك؟ اهلا وسهلا. تحياتي لك جورج. تحياتي لسامو. شكرا يا قلبي، اهلا وسهلا فيك. هات لنشوف يا حسين، خبرني. تحياتي لك. اهلا وسهلا. نعم طبعا فهمت انا وسام صديقك، وسام فهمت قصده يعني ايش يقصد بالضبط. طيب اوكي قول لنشوف، احكي لنا القضية. انه مثلا ان يكون الاخ ايش يحتاج من متطلبات الحياة. نعم. وضمان له ان مستقبله. نعم. يعني هل انه فعلا ساعده من ناحية الدراسة؟ أوكي. من ناحية الثقة انت شو بتعمل؟ انت شو بتعمل؟ انه يتمكن يخرج للحياة. نعم انا فعلا اقول لك انا احاول اول شيء هو ان ازرع الثقة بداخله، هذا جزء مهم جدا بتكوين شخصيته، لانه راح يواجه الحياة قد يكون مفرد وقد يكون لا ما موجود انا بالحياه. نعم. بس اترك له الفرصه انه يطلع فعلا ويعايش المجتمع وادعمه بها بكل نواحيها، اذا احتاج ماده، اذا احتاج تعليم وتكميل التعليم، مدرسين، اي شيء يحتاجه
انا مستعد وحتى ضمان مستقبله انه يكون مثلا والله لو اتخلى عن بيتي لو اتخلى عن بيتي لاجل هذا الاخ فانا اتخلى باسمه. حلو. وسجله باسمه. عظيم ممتاز. كضمان اللي هو ومستقبله انه يعني يستحق فعلا. يعني انا والدتي والدي يعني انا تعرف اني انا اصحاب احتياجات خاصه والدي والدتي يعني كانوا تقريبا يعني عجزوا باخر اعمارهم بس والله انا كنت اقوم بهم يعني خاصه والدتي كانت على كرسي عجلات انا اخوتي كانوا يشتغلون بس انا كنت مثل ما تقول بالواجهه كنت نعم معها وصبح وليل. عظيم. فانا عظيم. كيف ما اذا كان اخوي ام اخوي من امي وابوي شلون او شيء حتى لو كان قريب والله العظيم ما راح اقصر معانه اي كان لو شخص عادي من مجتمع طلب دعمي فانا مستعد والله العظيم ابذل له كل شيء. الله يجزيك الخير يا حسين. هات لشوف اعطيني سؤالك للمتصل او المتصله اللي بعدك. ما في متصل. لا لحظه طول بالك ما في عندك متصل او متصل اللي بعدك. انت اخر متصل بدك تسالني الي. هات لشوف راح اسالك بس والله انا احب المحاورات بس انت بس طرح سؤال وفي ماله. يلا لا ليه حاورني. هات لنشوف اللي صراحه. انا موضوعي عن السرسره. ايه يعني هل هي آفة يعني هي مجرد فضفضه كلام عن الشباب هي حاجه انسان للشباب ولا للبنات؟ نعم؟ للبنات ولا للشباب؟ هي للاثنين معا. هل هي آفة مجرد فضفضة كلام لا أكثر ولا أقل أم هي حاجة الإنسان اللي بداخله أن يفضفض ويقول ويسرسر يعني بهمومه وباحتياجاته وبحاجته وبالموضوع أم هو إثبات وإبراز الشخصية مجرد أنه يقول لك أنه يثبت إبراز نفسه أنه صاحب علم صاحب ثقافة صاحب وعي من الأشياء. فهي ما أنت تتوقع أنه هي فعلا السرسرة هي آفة أم حاجة للإنسان أم هي إبراز للشخصية؟ عظيم. طيب أنا ممكن أجاوبك بطريقتي الخاصة. موضوع الثرثرة أتوقع هو كثرة كلام بدون أي فائدة. يعني هذا الثرثار نعم. الكبير جدا ويمكن أن يكون هذا يعني ممكن يحكي عن حاله بشكل كتير كبير يعد من الثرثار المتملق. وممكن عن طريق الثرثرة هي تصبح نميمة فهي من كلام إلى كلام وهي منشوفها أكثر شيء عند الصبايا. صحيح سلسلة. أما الثرثرة بمعنى أنه الثرثرة أنه أنا بحكي وبعرف شو عندي فهي الثقة بالنفس. أنا هي لا تعتبر ثرثرة. يمكن بيحكي الواحد كتير ولكن الثرثرة هي الكلام الكثير بلا يعني إذا كان بمعنى يصبح بلا معنى. إذا كان بمعنى يصبح بلا معنى. يعني إذا أنت عم تحكي لي مثلا فكرة معينة فأنت بتاخدني وبتجيبني آخر شيء الكلام المهم ضاع بالكلام الغير مهم. هذا الشيء يعني هل ممكن اختصاره؟ إيه طبعا أكيد ممكن اختصاره. بتصفي ما بتصفي موضوع الثرثرة. هلا رح أقرب لك إياها أكثر. واللي بس واللي يفصفضها عن طريق الثرثرة همومه وهي يظل يلح ودائما يكرر أي شخص يشوف يجي قدامي يصرصر قال صابي ياك وعمل ياك وصار فرق. ياك هلا في فرق هلا في فرق في فرق بلا ثرثرة هاي بس في فرق انك نعم. انت تحكي موضوع ثرثرة مع شخص معين هذا انت بتحب تفضفض له. في فرق نعم. انك لما بتروح من محل لمحل نعم. من محل لمحل من محل لمحل انت عادم تحكي عن كتير شغلات مثلا فهو هذا الثرثار نعم. بسموه الثرثار الكبير يعني بسميه بالنهاية حكي بلا طعمه نعم. يعني بالنهاية نعم. بس انا رح اقرب لك اياها اكثر لضمن مجال شغلنا نحن ومجال شغلي انا نعم. تمام موضوع اذا نعم. انت عم تحكي واذا كان امامك ضيف تمام هذا ممكن تسقطه على الحاله العاديه على الانسان الشخص العادي نعم. فانت لما انا بدي احكي فكره معينه بدي اطرح موضوع او بدي اطرح سؤال على ضيف في فرق انه انا ضيع الضيف بكثرة الكلام مثلا احكي مثلا موضوع لحتى اوصل للسؤال وهذا الشيء بيضيع الضيف وبيضيع المستمع وبيضيع الناس. هي واحدة من قواعد
القواعد الإعلام، يعني أنك أنت تختصر. نعم صحيح. وتوجز. نعم عندي أنا بالشيء. تختصر نعم. وتوجز يعني شيء معين، إلا إذا كان شيء بده شرح فأنت بتشرحه بسطرين مو أكتر من هيك. فهذا الموضوع نحن يمكن درسناه أكاديميا، درسناه هذا الشيء وضمن علم النفس. نعم. يعني بيصفي مشان تأثر على الشخص الآخر، وهي واحدة من أنواع علم النفس. بتمنى أكون وصلك جوابي. نعم. لا لا وصلت، يعني هي فعلا المرحلة الأساسة والفكرة أنه فعلا يعني الثرثرة ممكن يصال الفكرة بموجز. نحن الثرثرة أن نأخذها مجرد كلام وما نصل للهدف اللي نريده بلحظة، يعني مجرد إيجاز بعدة كلمات. صحيح. شوف نأخذها تقريب ساعة، مرات نص ساعة، ربع ساعة، ساعة نحكي الموضوع هو نفس الموضوع. صحيح. هو نفس الموضوع الفكرة. صحيح. انه ممكن بس بتروح بتجيب تاخذها وبتجيبها. مزبوط كلامك صح. هذا النوع اللي بيضيع اللي بيضيع انه فوت بالموضوع بالنهاية من الاخير، اعطيني النتيجة. اوكي يا حسين شكرا لك يا روحي، اهلا وسهلا فيك. باقي من الوقت هو الاجابة على اسئلتكم، وان شاء الله اقدر اوجز بهذا الموضوع. هلا في عندي رح ابدا بالرسائل وانا جاوب عليهم. زهرة الحب تقول ليه اذا البنت اعترفت بالحب للشاب وهو ما بيحبها بيصير يشوف حاله بيتمادى؟ يعني وقاحة صفت، يعني القصة يعني صفت وقاحة وبتصفي انه هذا الشاب مو لاقي حدا على فكرة انه حدا يحبه، فهيك بيصير هذا الموضوع. ورود جاوبنا. جيلان جورج سؤالي لك شو الفرق بين الشجاعة والتهور؟ اوكي حلو، سؤالك جميل، سؤالك جميل ورائع جدا. الشجاعة بتكون هي انا بعتبرها هي واحدة من صفات الرجولة وصفات هلا طبعا الرجولة ما خاصة بالذكورة عشان تكونوا بالصورة. يمكن في ناس بيخالفوني بهذا الموضوع، لكن في بنات عندهم شجاعة كتير كبيرة، هي صفة يعني هي بس ارتبطت بالذكورة. لكن موضوع الشجاعة هو لأنك أنت تعملي شيء أنت مدركة نتيجته. أوكي مدركة نتيجته، أنا أتشجع وأحكي. أوكي مثلا أو أتشجع وأهجم أو أتشجع وأعطي، فأنا هيك بكون متشجع لشيء، أنا بعمله شيء من قلبي. أوكي نتيجة شيء معين أستجمع قواي لحتى أعمل هذا الموضوع اللي بيطلع من القلب، يسموه جرأة أكتر. يعني شجاعة مرتبطة بالجرأة طبعا، مو تهور. تهور الشيء اللي الإنسان اللي ما بيدرك شو النتائج اللي رح تترتب عن طريق الأفعال، هذا اسمه التهور. يعني مثلا بيقول لك مثلا في فرق أنه مثلا واحد يعني يرمي حاله على سبيل المثال من فوق جسر إلى الماء، هذا أنا بسميه تهور وليس شجاعة، لأنه أنا ما بدرك مثلا تحت المي شو فيه. عرفتوا شو الفكرة، شو الفرق بين هاد وبين هاد؟ يعني مثلا بروح مثلا أنا بدي أتقدم مثلا لصبية، هي شجاعة صح، لكن تهور أنه أنا ما بدرك بعدين شو ممكن يصير بالصبية أو شو ممكن يصير فيني أنا مثلا، في فرق بين هاد وبين هاد. هاي صفة الشجاعة والتهور. يعني مثلا عم بعطيكم مثال، دجلة بدها تسمع غنية كرم ما بسمح لك، هلا ما عاد نقدر نحطها لأنه فتنا بالمود الرايق شوي. نرجس مثلا ورد أهلا وسهلا فيكي. جيلان أوكي جاوبتك على السؤال يا جيلان. كمان في عندي حدا بيقول كل مرة بتقول ما رح تتزوج لأنه لسه ما اجتمعت بفت حركة مشاعرك، إذا هيك انطرني أنا رح كون نصيبك. يا ستي أول شيء شكرا لك وشكرا لمحبتك الكبيرة، لكن أنا يعني كجورج كشخص أنا لا أبيح أو لا أبوح عفوا لا أبوح بحياتي الشخصية، لأنه هي بعتبرها هي ملك شخصي لإلي. هلا بغض النظر يمكن يكون مرتبط، يمكن يكون متزوج، يمكن يكون مطلق، يمكن يكون أرمل، ممكن يكون يا أخي خلص أنا هيك بدي أعيش طول عمري. لكن أنا هي بعتبرها لما أنت بتحكي شغلة عن حياتك الشخصية يعني على الهواء أو كان على الفيسبوك أو إلى آخره وتحط بابليك هذا الموضوع إلى آخره، أي بصفي ما عاد صفت حياة شخصية، أنا هي بعتبرها هيك هذا الموضوع. أوكي فهذا الشيء اللي أنا دائما باخده لحالي، أنا كتير بنسأل هذا السؤال. طيب
مين في عندي كمان؟ لازم نرجع سؤال كل يوم يرددون دعاء اللهم ارحم أبي وأمي كما ربياني صغيرا إن شاء الله. بدي يكون آخر اتصال اتصلي. أهلا وسهلا فيكي. على كل حال كمان في عندي مرحبا جورج وأحلى برنامج طوال السهر. شكرا. تحياتي لك ومحمود المالكي من البصرة لك والله على عيني وراسي. وتحية لكل أهالي البصرة وكل أهالي العراق حبايب قلبي وأهلي. دايما أنا بقول أهلي في بلدي الثاني. يعني شكرا أكيد لأنه استضفني هذا البلد الراقي والجميل والمضياف. وصلنا لهون مستمعينا. هلا شوف أنا بعمل ريفريش للرسائل عم توصلني شيء والآخر شيء لا ما وصلني شيء. هلا شوف آخر ريفريش. لا تعصب علي وتقعد تزورني هلا أنت تقول لي خلاص انتهى الوقت. أوكي يلا لحظة آخر ريفريش بوعدك حسام. آخر ريفريش بدك طلع أنت إذا بدك من عند لا لحظة ليك طلع آخر ريفريش من عندي. ما وصلني خلاص خلصنا الحمد لله. أوكي شكرا أكيد لكم مستمعينا. وصلنا لنهاية حلقتنا. بتمنى أكيد نكون قدمنا اليوم وجبة حلوة سهرة حلوة سهرة يوم الخميس. الأسبوع المقبل أنا رح حط على الهواء أو عفوا على صفحتي على اليوتيوب على صفحة جورج غرام على اليوتيوب رح حط تصويت اليوم الخميس مو ليس الاثنين اليوم الخميس القادم شو بتكون حلقة يا ترى؟ هي حلقة المناظرة أو حلقة موضوع نعمله هيك شغل فرفشة شوي للزوز مهضوم له تبعات هيك حلوة جميلة. أوكي وبتجاوبوني ووفق هذا الموضوع يوم الأربعاء بنقرر شو بتكون أنتو وليس شو بدي أنا شو بتكون أنتو. شكرا حسام يعطيك ألف عافية. أكيد كنت معنا بالإخراج وهذه تحية مني أنا جورج غرام. كنت معكم مايكروفون. تصبحون على وطن.